أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أحكام الإعدامات التي أصدرتها محكمة الحوثية بحق مختطفين ومعتقلين في سجونها، حيث أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أحكام تراوحت بين الإعدام والحبس لعدد من المختطفين في سجونها. رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين والمخفيين عبد الباسط غازي قال إن المحكمة الجزائية المتخصصة حكمت بالإعدام تعزيرا لكل من فهد السلامي وصادق المجيدي وخالد العلوفي. تأتي هذه الأحكام بعد سنوات من الإخفاء القسري والمرافعات الصورية والإجراءات غير القانونية بحقهم. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش فيه محورين: أهداف ميليشيا الحوثي من أحكام الإعدام التي تصدرها بحق مختطفين، وموقف المنظمات الأممية والحقوقية من استمرار الجرائم الحوثية بحق المختطفين. نشاهد التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. بعد سنوات من الإخفاء القسري والمحاكمات الصورية والإجراءات غير القانونية بحقهم، أصدرت محكمة حوثية أحكاما بالإعدام والسجن لعدد من المختطفين القابعين في سجونها. الأحكام التي أصدرتها المحكمة الحوثية قضت بإعدام كل من مدير مدارس النهضة الحديثة فهد السلامي، بالإضافة إلى المعتقلين صادق المجيدي وخالد العلفي، فيما صدرت حكما بالحبس لمدة 8 سنوات لأحمد القطاع الذي زعمت الميليشيا قيادته للخلية. الخطوة الحوثية القاضية بإصدار أحكام إعدام وسجن بحق مختطفين مدنيين لم تكن الأولى من نوعها، حيث سبق ذلك تنفيذ ميليشيا الحوثي أحكاما بإعدام 9 أشخاص اتهموا كيديا بالتورط في قضية اغتيال رئيس المجلس السياسي صالح الصماد. وتعمد الميليشيا من وقت لآخر إلى إسكات كل الأصوات المعارضة لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها من خلال تلفيق تهم كيدية لهم، من بينها التخابر والتعاون مع دول أجنبية، قبل أن تقوم باعتقالهم وإحالتهم للمثول أمام محاكمات صورية. مراقبون يرون أنه على الرغم من جملة أحكام الإعدام والجرائم الحوثية بحق مختطفين ومعتقلين في سجونها، إلا أن غياب أي دور حقيقي للمنظمات الحقوقية للضغط على الميليشيا لوقف هذه الجرائم يضع أكثر من علامة استفهام إزاء تعاطيها مع الجرائم التي ترتكبها الميليشيا. بداية أرحب بضيوفي في هذه الحلقة: الأستاذ توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، وأيضا الصحفي طالب الحسني، وأيضا أسماء الراعي عضو رابطة أمهات المختطفين. أبدأ مع السيد توفيق الحميدي، أهلا وسهلا بك أستاذ توفيق. بداية، كيف تنظرون إلى هذه الأحكام من حيث حجيتها القضائية؟ مساء الخير أخي الكريم لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة الأمر نحن نرى أن هذه الأحكام يشوبها كثير من العيوب، سواء العيوب الإجرائية أو القانونية، وتشكل اختراق واضح لأهم معايير المحاكمة العادلة، وتمارس فيها نوع من الانتقام السياسي. نحن كنا قد أصدرنا تقرير سابق بعنوان الإعدام تعزيرا، وبينا كيف عملت جماعة الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء على إعادة هيكلة القضاء بحيث يصبح قضاء تابعا لها، واكتشفنا ان حتى قطاع الاعدام اليوم الذين يصدرون هذه الاحكام هم قضاء عقائديين اذا جاز التعبير. بعضهم كان قد ساهم بصوره او باخرى حتى في ارسال بعض القوافل الى داخل الجبهات، والتقرير تحدث عن هذا الجانب، واستردنا الى دراسه ايضا اعدتها احد المنظمات الكنديه مع باحثين يمني وباحث كندي في هذا الشان، تتبع عملية التغييرات الجوهرية والهيكلية في عملية القضاء بما فيها المحكمة الجزائية المتخصصة الذي لنا موقف منها بأنها أشبه ما تكون بمحكمة أمن دولة. وبالتالي هذه الأحكام التي تصدر هي أحكام لا قيمة لها من الناحية القانونية والإجرائية، وتشكل تنفيذها عملية إعدام خارج القانون، لأنها تتم في ظل ظروف استثنائية، ظروف حرب، ظروف عملية، في ظل ظروف انتقام سياسي واضح من قبل الخصوم، وتشكل في مجملها انتهاك
عن الحقوق المدنية والسياسية التي أيضا وضعت معايير حتى في ظروف الحرب لا يجوز لأي طرف أن يتعداها بحجة الظروف الطارئة والاستثنائية إلى غير ذلك. طيب تبقى معنا استاذ توفيق ونشرك طالب الحسني، صحفي طالب الحسني من بيروت. اهلا وسهلا بك استاذ طالب. اهلا وسهلا، تحية لك استاذ طالب. اذا حكم اعدام جديد تصدره محكمة الجزائر المتخصصة وهي تابعة للحوثيين، هناك من يقول ان الحوثيين اليوم يستخدمون القضاء للتنكيل بخصومهم السياسيين، ما تعليقك؟ أولا علينا أن نرجع إلى القضية ونوضح ما هي القضية. القضية ليست يعني كما يطرح أن هؤلاء تم اعتقالهم باعتبار أنهم صحفيين أو ناشطين. من المعروف أنهم لم يكونوا أصحاب مؤسسات إعلامية ولم يكونوا مؤثرين ولم يكونوا حتى يظهرون على وسائل يعني الإعلام، ولم يكن لديهم مؤسسة صحفية مستقلة ولم يخشى من أصواتهم. يعني معروف لدى الجميع أنه يعني التهمة الموجهة لهم ليس لأنهم صحفيين وبالتالي يحاكموا على آرائهم أو يحكم عليهم بالتالي بالإعدام. القضية الموجهة لهم أنهم تشكلوا ضمن خلية. طبعا كان الإصلاح يعتقد أن هذه الخلية تسمي نفسها خلية مقاومة، ولكن في بالنسبة للعاصمة صنعاء ستحاكمهم وحاكمتهم بالفعل تحت المواد الدستورية هي ضمن قانون العقوبات من المادة 124 حتى المادة 130، والذي ينص على تحديدا على الحكم بالإعدام، عقوبة الإعدام على كل من يتعامل مع جهات خارجية ينص الأمن الوطني والأمن القومي. وهناك اعترافات مثبتة، أنا راجعت رغم أن الوقت الزمني كان قصير ولكن راجعت قبل ذلك الكثير من التهم الموجهة لعدد من الخلايا الموجودة. هناك أيضا أدلة اعترافات وهناك أدلة مادية أيضا من ضمنها تسجيلات، هناك اعترافات أيضا حتى من هؤلاء أنهم كانوا يعملون مع التحالف تحت عنوان اسمه المقاومة أو مقاومة صنعاء، وبالتالي هذه التهمة الموجهة وهذا هو القانون الذي ينص على الإعدام. ومع ذلك كان هناك نوع من المحاكمات وهناك محامين وهناك مرافعات، كان يجب على أسر الضحايا أو أسر ما يعتبرون أنفسهم يعني محكومين ظلما اليوم أنهم ضحايا الإصلاح أيضا وضحايا تجنيد الخلايا، هو خطا كبير جدا ان يكون ضمن هذا الطابور. ومع ذلك لم ياتي اعدامهم مباشره دون محاكمات ودون طيب ما رايك ان نسمع ما رايك ان نسمع اهل الضحايا؟ معنا الاستاذه اسماء الراعي عضو رابطه المختطفين. استاذه اسماء، ما رايك فيما تحدث به طالب الحسني؟ أسعد الله مساءكم. بالفعل إحنا في صدد انتهاكات قوية وفي صدد محاكمات غير قانونية. نعتقد أن المحاكمات التي تطال أبناء المختطفين الآن بعد فترات زمنية من إخفائهم، عدم التحقيق معهم بشكل جيد، إلزامهم أو الاعترافات التي تنتزع منهم أثناء التحقيق بالتعذيب، بنزع ملابسهم، بصاقهم بالكهرباء، كل هذه التهم التي توجه إليهم يتم اعترافهم بالضغط عليهم في كثير من الحالات. نحن نقول أن هذه المحاكمات غير قانونية. المحاكمات القانونية نحن نطالب بمحاكمة قانونية إذا كان هناك بالفعل هؤلاء الأشخاص ضدهم تهم، لكن تكون محاكمات قانونية صحيحة. أما أن تنتزع منهم الاعترافات بهذه الأشكال وبهذا التعذيب وبهذه المنهجية في التعذيب في انتزاع الاعترافات بهذه الطريقة، نحن نعتقد أن هذا خارج عن قانون وهذا لا ينص به القانون. نحن نعتقد كذلك أن من حق هؤلاء المختطفين المغيبين فترة من الزمن ثم تصدر عليهم إحكامات أحكام بالإعدام، من حقهم أن يكون هناك جلسات لهم مع محاميهم يمنعوا من أن يلتقوا بمحاميهم بذويهم، يمنع كل هذه الأشياء تمنع عنهم. أين المحاكمات؟
لماذا يقول أن هناك محاكمات صحيحة وأن هناك تهم وأن هناك أعتقد أن إذا كانت محاكمات صحيحة أن تنشر على العلم وأن يكون هناك معهم محامين يحضروا جلساتهم، أما أن يحاكموا غيابيا أو يحاكموا بانتزاع اعترافات تحت التعذيب ويطالهم كل هذا التعذيب بانتزاع هذه الاعترافات، أعتقد أن هذا الشيء غير قانوني ولا يصلح به القانون. هنا نحن نضعف القانون بهذه الطريقة. المحاكمات التي تصدر ضد هؤلاء الضعفاء الذين أغلبوا كل هذه السنوات وعذبوا كل هذه السنوات في الأخير يقضوا في حقهم هذه الإعدامات، نعتقد أن هذا إجحاف في حق الإنسانية وإجحاف كذلك في حق القانون. طيب أعود للأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، كنت أشرت إلى أنكم في العام 2020 أصدرتم في منظمة سام تقرير بعنوان الإعدام تعزيرا، قلتم أنكم أحصيتم حتى ذلك الوقت أكثر من 150 حكم سياسي بالإعدام أصدرتها ميليشيا الحوثي حتى ذلك الوقت، ماذا فعلتم بهذا الموضوع الذي يمكن وصفه بالحقوق المهم بعد إصدار ذلك التقرير؟ طبعا نحن بعد كملاحظة فقط تعليق على ما ذكره الحسني عملي، وكأنه يتحدث عن ظروف طبيعية وأن المتهمين قد أو الضحايا قد حصلوا على كامل حقوقهم. ما يتحدث عن هنالك مجموعة من الشروط والمعايير القانونية التي يجب توافرها، وأقل أبسط هذه القوانين أن تكون هنالك سلطة محايدة مستقلة. نحن في تقريرنا يمكن أن يعود بعض المحاكمات تمت في 10 دقائق، ده ليست في مباني المحكمة. أحد من صدر بحقهم حكم الإعدام قال له القاضي بالنص أنتم مع العدوان ونحن سوف نتصدى لكم من خلال جلستنا هذه، يعني في ربع ساعة يتحدث عن تحقيق. أي تحقيق يتحدث عن التحقيق الذي يتم في غياهيب السجون لأناس أخفوا قسرا وعذبوا. أحد المحكوم علينا اليوم بالإعدام معتقل منذ 6 سنوات، ليقل لي أي قانون وأي اتفاقية تسمح باختطاف شخص مدة 4 سنوات ثم تكون نهاية 6 سنوات ثم نهاية الإعدام، وهو بالفعل صحفي موظف في وكالة سبا للأنباء. يعني العملية أنا أقول دائما أن الأحكام أو المحاكم في صنعاء هي عبارة عن كتائب عسكرية بلباس قاضي فقط. الأحكام ربما أحكام أبناء الحديدة الذين صدر بحقهم بأحكام الإعدام تنبه أو أشار إليها محمد علي الحوثي قبل أن تصدر. يعني نكون واقعيين، نحن اليوم يجب أن يحترم الإنسان وكرامة هذا الإنسان ويحصل على حقه كاملا. أما ماذا فعلنا؟ نحن كمنظمات حقوقية نكشف الحقائق كما هي، نرسل هذه الحقائق للجهات المختصة المعنية المقرر الخاص بشأن الإعدامات خارج القانون، المقرر الخاص بشأن الإخفاء القسري بشأن التعذيب. نحاول أن نخلق رأي عام، لكن القضية بعد ذلك باعتقادي يجب أن يكون ملف حاضر في الدبلوماسية اليمنية. يعني بالنهاية المنظمات أيا كانت هذه المنظمات هي تعمل تشبيك مع منظمات مثيلة لها أو مع المؤسسات الأممية، لكن عملية الضغط وعملية الكشف وتحويله إلى ملف باغت أنا باعتقادي هذا تحمله الحكومة الشرعية، لأنه في النهاية هؤلاء يحاكمون بتهم سياسية وأساسها عن انتمام الحكومة الشرعية، ولأنهم كانوا أعضاء مؤثرين قبل حدوث انقلاب العاصمة صنعاء في عام 2014. اليوم عدد المحاكمات ربما تجاوزت 500، ورأينا ما حدث في إعدام أبناء الحديدة من عملية تشهير لم يشهد لها التاريخ اليمني لا القديم ولا الحديث. يعني لنكون منطقيين، اليوم ما يحدث من محاكمات هي عملية انتقام سياسي، وأكثر ما ينفذ في هذه المحاكمات هي السطو على الأموال، بمعنى أن كل متهم أو كل ضحية صدر حكم بإعدامه ومصادرة أمواله مباشرة يتم مصادرة أمواله قبل أن يذهب حتى الحكم للسجن. فالعملية مركبة، فيها عملية انتقام وفيها عملية مشروعية للابتزاز ونهب الأموال للأسف الشديد. طيب أستاذ طالب الحسن، إذن هي عملية انتقام سياسي، ابتزاز لهؤلاء الضحايا، هؤلاء الضحايا لا يحصلون على حقوقهم، والاعترافات يتم انتزاعها بالتعذيب ووسائل تنكيل مختلفة، وما يحدث من محاكمات هي شكلية وصورية، حتى هؤلاء القضاة هم
كتائب عسكرية لكنهم يرتدون زي القضاء. يعني من الطبيعي أن البعض سيوجه اتهامات للقضاء بأي شكل من الأشكال، لأن القضاء لا يرضي هذه الأطراف ولا يعمل وفق هواها، والقضاة الموجودين هم قضاة لم يتم نصبهم بقضاة منذ 2014، كانوا قضاة معروفين منذ يعني زمن طويل ويعملون في المحاكم. المجلس الأعلى للقضاء نصف هذا المجلس أو أكثر من نصفه هو المجلس نفسه الذي كان قبل 2014 وهو موجود يعني. ومسألة الاتهامات بأن هذا القضاء يعني فقط نفس ما تريده السلطات غير صحيح، لأنه أساسا يعني من تم محاكمتهم وإعدامهم قليل جدا يعني بينهم الذين يعني تآمروا على الرئيس الصمام، وكان إعدامهم تحذيرا، وهذا معروف في القضاء تحذيرا لأنهم أولا ارتكبوا أكثر من جريمة وأكثر من جرم. الأول أنهم ضغطوا على منصب رئاسة الجمهورية وعلى رئيس الجمهورية، سواء كان الطرف الآخر يعترف بشرعية هذه السلطة أو لا يعني، لكن نعمل بموجب ما هو شرعي بالنسبة لنا وبالنسبة ما نعتبره شرعيا. طيب ماذا عن الظروف، ظروف المحاكمات والضحايا لا يحصلون على حقوقهم؟ يعني أنا أقول لك، عندما يتم وضع سجناء مثل هؤلاء في السجون لمدة طويلة تجنبا للوصول إلى أحكام الإعدام ومحاولة أن يكون هناك مراجعات قانونية حقيقة تجنبهم مسألة الإعدام، وبالتالي يكون السجن هو العقاب الحقيقي لهم، خاصة أنه يتم التعامل معهم كمخدوعين وكمغربين. ولهذا حتى الآن يعني من هؤلاء الذين قيل أنه أنهم صدرت حقا أحكام إعدام، الكثير منهم لم يتم تنفيذ الإعدام، وبعض الأشخاص تم الإفراج عنهم، وهناك محاولة للإعفاء عن البقية، ولكن هناك محاولة لتسيير المحاكمات وحتى ردع من يفكر أن يقوم بنفس ما قاموا به. يعني طيب من تم الإفراج عنهم؟ طيب أستاذ طالب، لأنه هناك يعني طيب هذا القضاء الذي يصدر أحكام الإعدام حكم بالإعدام على أشخاص قد سبق الإفراج عنهم في صفقات تبادل، هذه حالة متناقضة إذن. يعني البعض عندما تم إطلاق سراحه نتيجة مراجعات نوعا ما وعفو، كان هناك عفو رئاسي وكان هناك أكثر منها، كل من الآن يعني يحاكمون ويحكم عليهم بالإعدام لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام، لأن هناك مراجعات وهناك محاولة للتخفيف وهناك محاولة لعدم أن يحصل عملية الإعدام، وهذا هو توجه واضح. وحتى من أطلق سراحهم ليس في قضية في تبادل أسرى، البعض حتى أطلق سراحهم في غير قضية يعني بدون عملية تبادل، وحتى عندما يتم دمج يعني والخلط بين المعتقلين الذين اتهموا بقضايا التجسس أو بقضايا التشكل في خلايا والتخابر مع قوات أجنبية ومع أسرى الحرب، هذا ظلم كبير جدا. هناك ملف مستقل لأسرى الحرب ويتم التبادل بهم، ولم يصدر بحق أحد من هؤلاء أي إعدام. أيضا الطرف الآخر الذي يقوم بإعدام الأسرى بحق يعني بدون محاكمات بدون سجن بدون حكومات ويعدمهم أحيانا في الجبهات يعني كثير منهم، وأكثر من ذلك أنه يصور عملية الإعدام، ما يمكن أن نسميها. نعم هناك خلط لدى كثير من المنظمات أنها تسقط عن حكومة العاصمة صنعاء مشروعية أنها دولة وتتعامل معها كمنظمة مسلحة. عندما يتم التعامل مع صنعاء كمنظمة مسلحة ويتم إسقاط الدستور وإسقاط كل القوانين التي يمكن أن تأخذها أي دولة شرعية، وهذا خطأ كبير جدا ترتكبه الكثير من المنظمات، وبالتالي تكتب تقارير بموجب هذا التصنيف. يجب تعديل التصنيف أولا،
التصنيف عندما يتم تصنيف ما سلطات صنعاء بأنها منظمة مصنعة، بالتالي سيتم اعتبار أن كل من هو في السجن، كل من هو يحاكم، كل من يستوي بحقه عدم أنها خارج إطار القانون. طيب. كيف خارج إطار القانون؟ لأنه يتعامل معها كمجموعات مثل لا يجب أن تستخدم القانون، ولكن هذا غير صحيح بالنسبة للعاصمة صنعاء. طيب. هي دولة وتتعامل باعتبار أنها دولة تنفذ القوانين الموجودة والقوانين التي لم تكتبها أساسا هذه السلطة، إنما هنا قوانين موجودة منذ عام 1990 تنفذ ويتم التعامل معها كمرجعية قانون. طيب أستاذة أسماء، هل لديكم في الرابطة إحصائية بعدد المختطفين محكومين بالإعدام في سجون الحوثيين؟ نعم، الأسماء التي رصدت عندنا في رابطة أمهات المختطفين هم 13 شخص من المدينة أصدرت في حقهم أحكام الإعدامات. هذه الأسماء من ضمنها الأسماء التي ذكرتها اسم فهد وخالد ومنصور، يعني أعتقد أن الأسماء التي ذكرت هي ضمن قائمة أسماء أخرى قد أصدر في حقهم أو أصدر حكم الإعدام في حق هؤلاء. هذه الاختلالات أو هذه المحاكمات التي نتمنى من جميع الأطراف، أو نتمنى كذلك من الحكومة الشرعية، نتمنى من البعثة الأممية، نتمنى من المنظمات العالمية والدولية والمنظمات المحلية أن تلتفت إلى هذه القضية، قضية المحاكمات الاستهتارية بحياة الناس في السجون بعد التغيير لفترة طويلة. كما قلنا يجب أن يكون هناك رقصة جدا هذه المحاكمات السياسية التي قيمت على خلفية الحرب، ويجب أن يكون هناك إسقاط لها وما يترتب عليها من أحكام. هذه الاتهامات التي أصدرت في حق أبنائنا وكذلك الأحكام التي أصدرت في حق أبنائنا هي خارجة أصلا عن القانون، هي لا يتضمنها القانون بالشكل الصحيح ولم تكن بالشكل الحقيقي الذي يجب أن يكون فيه القانون، الذي أعتقد أن نحكم كلنا بالقانون، فإذا كان القانون يحكم بهذه الطريقة فهذا يعتبر خلل كبير في القانون. بالفعل يجب أن يكون هناك تحرك جاد للضغط على جماعة الحوثي لإيقاف هذه الأحكام القضائية المخالفة للقانون. هناك قانون دولي، هناك قانون محلي، هناك أحكام تضع على أبنائنا بحكم أنها من القوانين، هذا أشياء يجب أن يكون هناك وقفة قوية للضغط على جماعة الحوثي لإيقاف هذه المحاكمات الغير عادلة والمحاكمات المخالفة للقانون وهي خارج إطار القانون كما نرى في هذه الحالة. أن يحكم على شخص غيابيا أو يحكم على شخص من غير أن يعطاه حق في الدفاع عن نفسه أو توكيل محامي أو حتى ليحضر المحامين الجلسات التي يصدر فيها هذه الأحكام، لماذا لا يكون هناك حضور للمحامين في هذه الجلسات التي تصدر على أبنائنا في الأحكام التي تصدر على أبنائنا في هذه الجلسات؟ أعتقد أن قوة القانون إذا وقفنا وقفة جادة أمام هذه المحاكمات يجب أن يعود القانون إلى مسارها الصحيح، ويجب أن يكون طيب. هناك وقفة جادة لإيقاف هذه المحاكمات. أشكرك أستاذة أسماء الراعي. أستاذ توفيق، سؤال أخير، هل يمكن القول أنه مبادلة هؤلاء المختطفين من قبل الشرعية هو الأمل الوحيد لنجاتهم؟ طبعا، لأن الموضوع اليوم ليس قضائيا، الموضوع كل يعني الموضوع سياسي، سواء المعتقلين المدنيين، ولذلك رأينا في اتفاقية ستوكهولم أنه ضم السياسيين المعتقلين المدنيين من البيوت والمحال والشوارع، المعتقلين من داخل الجبهة، كل الجميع وضعوا في كفة واحدة، بمعنى برغم اعتراض المنظمات على هذا التوصيف وعلى هذا الخلط، إلا أن الأطراف السياسية تنظر بأن الموضوع سياسي، بمعنى ما يعتبر ما يعني قد يعتبروهم سياسيين ويتم إطلاقهم، البهائيين تم إطلاقهم لأسباب سياسية وقدروا بعد ذلك على ترك أوطانهم، وكذلك يعني الموضوع في النهاية هو موضوعا سياسيا. باعتقادي أن هذا الملف لو وضع كأولوية في المفاوضات بصورة قوية، باعتقادي أن هذا الملف سينتهي ولن يكون أي قيمة لكل هذه الأحكام القضائية. أشكرك جزيلا الأستاذ توفيق الحميدي، رئيس منظمة سامي لحقوق الحريات، وأيضا الشكر موصول لضيفنا من بيروت الصحفي طالب الحسني، ولأسماء راعي عضو رابطة أمهات المختطفين. انتهت حلقة اليوم من زوايا الحدث. في الختام تحية منتج حلقة اليوم الزميل عبد الرقيب العبارة، في أمان الله.